على كل هذه الاتفاقية التي عقدناها اليوم مع البرنامج المائي للأمم المتحدة في جوج مستويات، وهي رقمنة مساعدة على رقمنة وزارة العدل وإعادة النظر في كثير من المساطر القضائية ومن الإجراءات التي ستتم رقمنتها حتى تصبح الإدارة القضائية في مستوى تطلعات الشعب المغربي وجلالة الملك من أجل رقمنة هذه المؤسسة. المسألة الثانية الأخرى وهي ما يسمى بمعالجة الإدمان بالنسبة للمراهقين المتابعين قضائيا في جرائم الإدمان أو في جرائم أخرى مرتبطة بالإدمان، وهذه وخلق مؤسسات تقوم بمعالجة هذا الموضوع بديلا عن وضعهم في السجون المغربية نظرا لكونهم كانوا ضحايا هذا الإدمان. لذلك هذين المشروعين يهمنا كثيرا في وزارة العدل، ونحن نهتم بهم بشكل مباشر، وبدأنا في العمل من أجل إخراجهم إلى حيز الوجود، والآن مع برنامج الأمم المتحدة سنعطيهم بعدا أكثر وتصور أكثر وتسريعا في إمكانية إخراجهم إلى حيز الوجود. يوسف أسطوح، رئيس قسم الإعلاميات بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل. إذن اليوم بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أشرف السيد الوزير على إعطاء الانطلاقة الرسمية لخدمة الأداء الإلكتروني لغرامات جناح ومخالفات المرصودة عبر الرادار الثابت. هذه الخدمة اللي طورتها وزارة العدل وضعتها رهن إشارة المرتفقين والمواطنين، كيتمكنهم أنهم عن طريق الرقم ديال المحضر اللي كيتوصلوا به سواء من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو اللي توصلوا به في الاستدعاء من طرف المحكمة، أنهم يبحثوا بهذا المحضر هذا وكتعطيهم المعلومات الخاصة بهذه الغرامة هذه، يعني المحكمة اللي صدرت الحكم وكذلك مبلغ ديال الغرامة، وكيتم يعني التوجيه للموقع ديال مركز النقديات اللي هي واحد المنصة مؤمنة كتمكن من الأداء الإلكتروني لهذه الغرامة، وبطريقة محينة كيتم التحيين ديال الوضع ديال هذه الغرامة على مستوى الموقع على أساس أنها غرامة مؤدات، وكيتوصل بإشعار سواء على البريد الإلكتروني سواء من الموقع المركز النقديات أو من الموقع ديال الخدمات amont.justice.gov.ma بأنه الغرامات مؤدات، وكتم تسوية ديال الوضعية على مستوى المحكمة. إذن الخدمة متاحة عن طريق الموقع المؤمن https amont.justice.gov.ma. شكراً.